دايما مع اصدقائي واخواني ونحن في مسار الديمقراطي الاجتماعي عقد العزم على ان نواصل هذا المشوار معا نحن واصدقائنا في الحزب الجمهوري هناك واو عطف بناء وسنحذفها ان شاء الله. اول حاجه نحب نبدا ما نجمش نبدا بدون ان اذكر صديقنا محمد البراهمي وصديقنا سيدي احمد الفسوسي اللي وضعيته الصحيه قاعده تدهور يوما بعد يوم. ويبدو ان السيد رئيس المجلس الوطني التاسيسي هذه المساله لا تعنيه وقد نبه من الفتور الوطنيه الصحيه لزملائنا واصدقائنا اللي اعطاوا صحتهم وبدوناتهم مش لاسباب ولمسائل شخصيه تتعلق بالكرسي بتاعهم وانما لمسائل تتعلق بجهتهم وإخوانهم في سيدي الوزير وفي المسلمين. كذلك نبدو أن مرة دون أن نحيي الإعلاميين التونسيين في معركتهم اليوم من أجل الحرية، من أجل حرية الإعلام. هذه الحرية التي منحتها لنا هذه الثورة. وأعتبر أن المكسب الوحيد الذي يتمتع به التونسي الآن هو هذه الحرية. فهذه الحرية كذلك يحبوا يقضوا عليها. اليوم نحب كذلك نحكي على ان في مطالبتنا بالحوار نحن واصدقائنا في نداء تونس واصدقائنا في الجمهوري وغيرنا من الاطراف الاخرى فان هذا ومنذ اشهر نحن نطالب بهذا الحوار الهدف منه هو ان نصل الى وفاق. وهنا نحب نقول وش معناها الوفاق وش معناها يوم 23 اكتوبر؟ لانه يوم 23 اكتوبر ما تصورش ان تونسي وطني غيور يحب 23 اكتوبر السماء تهبط علينا والبلاد تدخل في فوضى وما عادش عندنا مؤسسات، ماهوش هذا اللي نحبوه. كذلك يوم 23 اكتوبر ماناش طالبين ندخلوا للحكومه نتاعهم، لن نكون اعضاء في حكومتها. يوم 23 اكتوبر نحبوا عبارة استعملها صديقنا في المجلس التأسيسي نحب جمهورية الموز تنتهي. جمهورية أخرى جمهورية النفاق بين التونسيين لأن الاستحقاقات القادمة ليست استحقاقات النهضة وليست استحقاقات المؤتمر وليست استحقاقات التكتل وليست كذلك استحقاقنا نحن كأحزاب وكقيادات سياسية هي استحقاقات تونس استحقاقات الوطن من ديسمبر الى 14 جانفي وبعد ذلك. اليوم ماذا نشاهد؟ نشاهد حزبا اغلبيا مهيمنا اسمه حركه النهضه يريد ان يستولي على رياضه في مفاصل الدوله. وهذا كي يقولوه يقولوا انتم قاعدين تزايدوا وانتم في المعارضه نتاعك قداش؟ 0.0 احنا معارضه 0 نتمنى ان المره الجايه بحنا 0 نزيدوا 2 3 4 ولكن انتم الايام بيننا الايام بيننا هذه الحكومه سيحاسبها الشعب لان الشعب التونسي يسمع تسجيل التسجيل اللي سمعتوه نتاع زعيم حركه النهضه يحس
لكنه يسير حكومة ويسير مؤسسات تاع حكومة وقاعد يسير في الدولة وهو الحاكم الفاعل للبلاد. الآن لا يعرف معنى الدولة ولا يعطي قيمة لا للدولة ولا لمؤسسات الدولة. بالنسبة لي هو كل شيء نجم ناخذوه ونحطوه في مكاتبنا، المساجد في المكاتب، الجيش في المكتوب، الأمن نحطوه في المكتوب، الولايات في المكتوب، الجهات كل شيء يمكن أن نأخذه ونفتكه. احنا نقول مش هذا مفهومنا للدولة، لأن مفهوم أرقى للدولة، أرقى من هذا للدولة. وبالتالي هم مشتقات النهضة ولم يعودوا حلفاء للنهضة، لأن
ليه؟ لكن الكرسي مسك ما عادش يحب يتنحى، ولهذا الكرسي هذاك عادي ماشي بشكل هولو كان حريق النهر، وبالتالي قبلوا ان يتحولوا من حليف الى مشتق، وهذا لا يقبله حتى مناضلي هؤلاء الاحزاب اللي هذا نشوف فيهم عشرات بعدين عشرات 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 الى ان ما بقى حد شيء في هذه الاحزاب. ونحن على كل حال نقول أن من الموقع هذا نقول أن بالنسبة إلي مصلحة الوطن ومصلحة البلاد فوق مصلحة المسار وفوق مصلحة النداء وفوق مصلحة الجمهور أي حكمة أو أي وكل ما تقصى به المصلحة العليا في الوطن نحن سنكون معه وإلى جانبه، ولذلك سنكون إلى جانب شعبنا وإلى جانب شبابنا وإلى جانب المثقفين وإلى جانب القضاة وإلى جانب الإعلاميين وإلى جانب الفنانين وإلى جانب كل من يحس أنه همش أو هو بصدد التهميش في هذه الفترة من تاريخ تونس. ما عادش نحب نزيد عليكم حتى شيء آخر إلا أن أقول لكم أنا أشد على أيديكم وعلى أيادي أصدقائنا في الحزب الجمهوري وكل القوى الديمقراطية، وإلى الأمام سننتصر. وشكرا.